السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم صح عليك، وصح عليكم انتم عشان تتابعونا وتستمتعوا معنا في الأسئلة والأجوبة الغريبة والتفاعل. لا، والميزة انه عندنا العديد من الجوائز. حلقتنا الليلة زي العادة بتكون أروع من الخيال، كيف بالله، من حقنا امدح برنامجي. تابعونا ان شاء الله وان شاء الله تعجبكم الحلقة. حياكم. ومن جديد حياكم الله متابعينا الكرام في صح عليك. سؤالنا هالمرة عن اسبانيا، بما تسمى اسبانيا او ماذا تعني اسم اسبانيا؟ حلو ها سؤال جوجل، خليكم مع جوجل، بس هنا ما في جوجل، هنا على طول. السلام عليكم. عليكم السلام، شلونك الغالي؟ طول عمرك، حياك الله. الله يحييك، ما شاء الله تبارك الله، شخصية كأنه احد المواطنين في عام 1986. اي والله، الله يخليك ان شاء الله. الله يسلمك. وش الشخصية الحلوة دي؟ والله ندور للمزايين. او زي يعني زي الحلوين. ما بقول للعروس ها. عرستك صح؟ الله يعطيك العافيه، حاجتني. الله يسلمك. انا عندي لك سؤال، ان جاوبت عليه بعطيك هديه. اسلم. بس ربعك خلهم مجهزين ها. ما هي مشكله، ربعي من يعمي. الله يسلمك، والله ونعم فيك وفيهم. الله يحييك ان شاء الله. سؤالي، بما تسمى بلد اسبانيا؟ اسبانيا عندها اسم دائما، يعني السعوديه اهل نجد. انا اعطيك امثله، اسبانيا لها اسم معين، بما تسمى اسبانيا بلد ايش؟ بلد اسبانيا يعني يا عمر يا اسبانيا تبون طقطق انت. لا لازم اجابه، لازم إجابة. بلد ايش؟ بلد ايش؟ بلد الفول، الفلافل، بلد الضبان، اي بلد؟ الضبان. ايش دعوه؟ السعوديه الضبان. سؤالي، بما تسمى اسبانيا، اسبانيا شو تسمى؟ اسبانيا تسمى بال بلد ايش؟ بلد الجرابيع. لا الفلافل. لا مش خلينا نحب الفلافل. هو يحب الفلافل. لا غلط. يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه. بروح عند عمك. يلا السلام عليكم. مرحبا. تفضل معي. الله يطول لي بعمرك. انا عندي لك سؤال، ان جاوبت عليه بعطيك جائزه. اسمع، سمعتك تسال اخويه عن اسبانيا. اسبانيا ما لنا فيها، بدو من الجنوب. اسالنا داخل الرياض الجنوب ابشر. طب هذا سؤالي الحين، هذا سؤالي في الحلقه لازم تجاوب عليه. بلد اسبانيا، قرب قرب جنبي، تعال. ما عندي اي اجابه. المشاهدين ناظروننا. السلام عليكم. الشاب يشوفنا هنا. الشاب يشوفك ولا هالاخوان. ما عندي اجابه مره. بلد ايش؟ خمن بلد ايش. ما عندي، عطني انت خيارات وببحث. بلد الجرابيع، بلد الغزلان، بلد الاسود. لا ما وش انا قاعد اعطيك خيارات. لا مو من ضمن الخيارات، انا اسهل لك اياها. خلاص عطني خيارات، انا والله اني ما ادري، ما اعرف شيء عن اسبانيا. خمن، قل اي بلد، اي كائن، بلد اي شيء، بلد اي شيء. نعم، انا اعطيك اجابه. انت عارف اسمك؟ سالم اليومي. تعال سالم، تعال. بلد ايش يا سامي؟ سامي؟ ايه سامي. بلد ايش؟ بلد الكحول. اعوذ بالله. انا خربها من الاخر. يعطيك العافيه. اما زلنا مستمرين معنا، مستمرين في هالسؤال الجميل. تفضل معنا، اللي جاوب على السؤال اللي بعطيه هديه. السلام عليكم. عليكم السلام، هلا والله. شلونك طال عمرك؟ الحمد لله بخير طال عمرك. اسبانيا تسمى بلد ايش؟ من اي ناحيه يعني؟ يعني مثلا السعوديه تسمى بلد اهل نجد وكذا. في مثلا افريقيا بلد الغابات. اسبانيا بلد ايش؟ هي مشهوره بالكوره. لا مو هي صح، الكوره معروفه، لكن تسمى بلد. شوف انا بسهلك، هو بلد كائن، كائن حي، بلد كائن حي وحيوان. الاسم هذا الكنغر. بلد الكنغر. والله اتوقع بلد الكنغر اجابه خطا. يعطيك العافيه. الله يعافيك، شكرا لك. ما زلنا مستمرين معكم في سؤالنا، طبعا اجابتنا في هالسؤال، ما بما تسمى اسبانيا هي بلد الارانب. بلد ايش؟ الارانب. نتمشى مع بعض ونشوف من اللي عند الاجابه. خلونا نشوف هالنشمي يمكن عنده اجابه. ناخذ اتصال. طيب اسبانيا تسمى بلد كائن من الكائنات الجميله. بلد ايش؟ اسبانيا لها اسم. بلد ايش؟ والله ما اعرف. والله ما اعرف. سلام. معنا واحده من الامورات الجميلات ما شاء الله تبارك الله بتشارك معنا. هالمره دخلنا صغار، خلينا نشوف ثقافتهم. تعال يمه. شو اسمك؟ داليا. ونعم ونعم وسبعه نعم، ان شاء الله عندك اجابه. في السؤال اللي بقوله، اسبانيا يا يمه تسمى بلد كائن، يعني مثلا الحين السعوديه تسمى بلد كذا، مكه، جده، اهل الرخاء والشده، مسميات
عرفت فيها هذه البلد. اسبانيا بلد كائن، بلد الجرابيع، بلد الغزلان، بلد الاسود، بلد ايش؟ بلد الارانب، بلد وش بلد وشو؟ ما ادري. قول اي اجابه وانا بساعدك. يلا الغزلان. بعدك خيار ثاني. لا غلط. يلا الاسود مره. ايه ما في اجابه؟ لا حاولي. وش اكثر حيوان تحبينه، الاسد ولا الارنب ولا الغزلان؟ الارنب. طيب بلد ايش؟ الارنب. بلد الارانب. صح عليك، برافو عليك، صح عليها. بلد الارانب هي اجابه صحيحه. تسمى هي اسبانيا طبعا عرفت بهذا المسمى بين اهاليها وكذلك الدول المجاوره معها ايضا في اوروبا وكذا، انها بلد الارانب. خليك معي بعطيك جوائز. تفضلي معي هنا، بعطيك جوائز. ها تحمسي، سوي كذا سوي كذا. هذه جائزه مقدمه من الحميض للساعات، تعطينها مين هذه؟ ماما. ها ما ادري، بابا ولا ماما؟ ماما. ماما. وهذه هديه ايضا مقدمه من لانكوم، هديه لانكوم، هذه تعطينها الوالده. طيب حلو. وهذه هديه مقدمه ب 300 ريال مقدمه من هوم سويت هوم. ليش ساعدتك؟ ليش؟ لان يعني عجبني ابتسامتك والابتسامه في وجه اخيك. صدقه. صدقه، قاعد توزعين ابتسامات ما شاء الله عليك. هذه هوم سويت هوم قدم لك 300 ريال، مبروك. وهذه كارفور 100 ريال قدموا لك بطاقه ب 100 ريال، تروحين اي فرع كارفور اللي هنا في غرناطه تروحين لهم تتقضين لك لعبه ولا اي شيء ولا بطاقه شحنه عشان سناب شات كذا. مساء الخير. وهذه هديه مقدمه من توي ستور من الالعاب الجميله، قدم لك قسيمه شرائيه ب 100 ريال. يعطيك العافيه. الله يعافيك. سلم على المشاهدين. مع السلامه. قولي صح عليك. صح عليك. سؤال جديد وتنافس جديد، ما زلنا في نفس المكان. تدرون ليش اليوم جونا عن الارانب وما ادراك ما الارانب؟ سؤالنا هالمره، ما اسم انثى الارنب؟ ما اسم انثى الارنب؟ كيف الله جونا ارانب اليوم. السلام عليكم، حياك الله. عليكم السلام. تعرف على اسمك؟ نوف. نوف، انا عندي سؤال وركزي معي. ما اسم انثى الارنب؟ ارنبه. أرنبة. أرنبة. متأكدة؟ متأكدة أرنبة. يعطيك العافية. الله يعافيك. معنا واحد من الأبطال بيشارك معنا، تفضل معنا. اليوم دخلنا ما شاء الله الصغار والكبار وكل اللي يتابعنا. اسم الأنثى الأرنبة وش هي؟ أنثى الأرنب عفوا. أنثى الأرنب؟ إيه. والله سحب. أم حديجان. أم إيش دعوة، يعطيك العافية. ها وشو؟ أنا سعودي. سعودي سعودي، قل بقبقيق. بقبقيق. قل مياو. مياو. بقبقيق. ايه. اسمك سعودي؟ اسمي سعودي. طيب تحب اسمي سعد. ها اسمي سعد. ناظر المشاهدين، تحب الارنب؟ ايوه. ايه خلاص، قل الارنب احبك. هنا هنا، ما عندك اجابه؟ انا عندي اجابه. يلا وش هي؟ عشان عشان لعبت الالعاب. الالعاب. يعطيك العافيه بابا، يعطيك العافيه. السلام عليكم. سلام. ما اسم انثى الارنب؟ واو. واو. I don't know. ما في اجابه؟ ما عندك اجابه؟ خلنا نسال غالي. السلام عليكم. متقضي من كارفور؟ كارفور ما شاء الله مشاركنا اليوم بالرعايات ولا تقديم الهدايا. الله يطول لي عمرك. أنا عندي سؤال، إن جاوبت عليه بعطيك هدايا وبعطيك بطاقة شرائية من كارفور بعد. الله يطول عمرك. ترجع تاخذ إذا نقص عليك شيء من الأغراض تاخذه منك. ما تقصرون والله. بما تسمى أنثى الأرنب؟ أنثى الأرنب. فكر شوي. أنا أعرف ولد الأرنب. شو اسم الولد؟ ديسم ولا لا؟ ديسم، لا حق ولد الدب. دغفل. لا مو بدغفل، لا 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 لا. أنثى الأرنب. ما أدري، خزاز. فزاز. إجابة غلط. يعطيك العافية. عافاك الله يا ابوي. شكرا لك. طيب عندنا خلاص اللي تعالي، ما تعالي دقيقة، احنا ما نبغى الصغار، نبغى نسأل الكبار.
نشوف عندهم اجابه. خلينا نشوف الاخت معنا. دقيقه دقيقه ابوي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. تعرف على اسمك؟ على اسمي فاطمه معشي. فاطمه، بما تسمى انثى الارنب؟ عكرشه. عكرشه. شلون عرفتيها؟ النت. دخلت النت انت الحين؟ اي عين عينك كذا صريحه من لف دوران ما في. والله عشان صادقه معنا وصريحه بنعطيها هدايا. رغم ان احنا ما نبغى يدخلون على جوجل، ترى اخر مره ما منعتهم انتم، سالت سؤال عام والجميع يسمع، يعني بامكانهم يبحثون، الجميع يبحث. بس احنا ترى كل سؤال في منطقه، يعني هنا نروح غرب المجمع، نروح شمال المجمع. أنا قريبه منكم، صدف اني انا قريبه وماره. وشغال جوجل. ابد، النت موجود. الله يعطيك العافيه، هذه هديه مقدمه من لانكم، تستاهلين. والله يسلمك، كمان لا تروح نصبري. وهذه هديه مقدمه من عطر مكياج، تستاهلين. وهذه ايضا هديه مقدمه من الدهام للساعات، يعطيهم العافيه الدهام. حركات الدهام. وهذه ايضا هديه بطاقه مقدمه من كارفور 100 ريال، الله يعطيهم العافيه. وهذه وجبه مقدمه من هوت دوغ اكسبرس، روح انتوا لها وتعشوا. وهذه للابناء 100 ريال قسيمه شرائيه من توي ستوري، يعطيك العافيه. شكرا فاطمه. شكرا، هلا وسهلا. لا تدخلون جوجل ثاني مره. ما منعتم انتم، لو قايل ممنوع استخدام الانترنت عادي. بس احنا اللي صار احنا نقول لا، نعتذر منك. خلاص على خير ان شاء الله، شكرا. سؤال جديد بس بعد هالفاصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته من جديد، صح عليكم، صح عليك اللي تابعنا. سؤال هالمره انا بغض صوتي عشان ما نخطي خطا جوجل. السؤال هو ما معنى كلمة برزخ؟ أو البرزخ، ما معنى كلمة برزخ؟ معنى كلمة برزخ واضحة ها؟ دق لطمة ودز. خلنا نسأل الحبايب معنا، خلنا نسأل الغالي الكريم. السلام عليكم. دق لا تصدمني يا شيخ. حياك الله، شلونك؟ خير الله يسلمك يا فضل. ركز معي تعال، خلني باخذ بك على جنب ها؟ عندي سؤال لك. ما معنى كلمة برزخ؟ البرزخ الحياة بين الموت والبعث أو حاجة زي كذا، أو الحياة. أنا أبغى المعنى. البرزخ لا ترفع صوتك. بين 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 الواحد لما يموت للبعث. الله يرحمه. هذا اسمه البرزخ، حياة البرزخ أو حياة برزخية. لا 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 والله. لا لي حظ. دقيقة خلينا نشوف. طيب يلا. قالنا هو اللي بين وبين. تفضلي معنا. تعرف على اسمك؟ أم عبد الرحمن. أم عبد الرحمن إن جاوبت على السؤال بعطيك هدية. حنا بالحلقة هذه ندسم المشاهدين والزوار بالهدايا. ما معنى كلمة برزخ؟ البرزخ الفاصل أتوقع. قربتي ترى. الفاصل النقلة يعني بين. لا خليك على الفاصل. برزخ حلو، فاصل. في كلمة أبلغ وأشمل لكلمة برزخ. الحد أو الحاجز. ها؟ الحد أو الحاجز. اختاري واحدة منهم. الحاجز. متأكدة؟ إن شاء الله. طيب لو فزتي الجواز نص ونص؟ لا إذا صح. صح عليك، هي الحاجز. كلمة برزخ تعني الحاجز. يعطيك العافية، أنا سألت واحد من الآباء قال لي هو الفرق بينه هو الذي يعني. يعطيك العافية أم عبد الرحمن. الله يعافيك. وصح عليك. الحمد. وبنقدم لك هدايا تليق بمقامك. الله يعطيك العافية. وتستاهلين. تسلم، الله يسلمك. تخيل إيش من هدايا؟ تبين فلة على شارعين ولا؟ لا لا، شارع واحد كبير. طيب هذه شنطة مقدمة من سنسي يا أم عبد الرحمن. الله يعطيك العافية. وهذه اكسسوارات مقدمة من قصر أتوال، يعطيهم العافية. الله يسلمك. وهذه ساعة مقدمة من الحميض للساعات. الله يعطيك العافية. وأيضا عندك طال عمرك وجبة مقدمة من هوت دوغ اكسبرس. يعطيك العافية. لسه كمان. وهذه مشروبات ساخنة مقدمة من كوز كافيه، يعطيهم العافية. الله يسلمك، يجزاكم خير. تبين تقولين شيء؟ أبد، يعطيكم العافية. متأكدة من الإجابة ولا تخمين؟ لا لا والله. أي صح عليك الإجابة، بس شلون جبتيها؟ والله أنا عارفة الحمد لله، في خلفية يعني الحمد لله. الله يسلمك. مشاهدي الكرام، في هالحلقة نختتم وياكم، إن شاء الله استمتعتوا معنا. إحنا ما كنا نبغى أحد خسران في هالحلقة، نبي الكل يفوز، لكن الحلقة إن شاء الله الجاية بتكون أسئلة. لا تقول أنا حاقد ولا زعلان، لا. نبغى نشوف كيف ردود أفعال الأحبة معنا في الحلقة الجاية. هذا إبراهيم المعيد، ودعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.